وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما احنا قلنا الساعة 6 بتوقيت مصر ولا 7 بتوقيت مصر؟ احنا اسفين، الساعة 6 احنا خدناها 7 بتوقيت. طيب، هل في حد دخل وخرج في الفترة اللي فاتت؟ حد دخل وخرج في الفترة اللي فاتت لما راحت الساعة 7؟ الساعة 6، الساعة 6، 6:05. طيب، احنا طيب خلاص، يبقى كان واضح ان هو خطأ في الساعة. ماشي، معلش. طيب، في بس 2 زملاء الصوت مش واصلهم كويس، فهل ممكن يتأكدوا من السيتنج بتاعهم بتاع الجهاز عندهم؟ عليك السلام كده. طب طيب ان شاء الله هنتوكل باذن الله. نبدا خلاص بقى. هو في واحد بس زميل اللي عنده مشكله في الصوت، في 16 واوبشن 2 واحد. طب بس يتاكد بقى من الصوت عنده ان شاء الله عز وجل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله ونبدا المحاضره الثانيه. معلش، هو الكلام في المحاضره دي هتلاقوه شويه يعني غلس، لان هو ده جزء من الانتجريشن مانجمنت، بس احنا ان شاء الله هناخده بطريقه شويه مختلفه، مش يعني مش هتلاقونا ماشيين بالطريقه السيستماتيك اللي موجوده في معظم الكتب. احنا كل ما نيجي نبدا لازم نتفق ان احنا كل البروجكت مانجمنت بتدور حوالين الدايره اللي قدامنا ديت، اللي هي دو تشيك اكت بلان، سوري، بلان دو تشيك اكت. الدايرة دي هي اللي احنا بنشتغل فيها. عليكم السلام كده يا باشمهندس محمد. طيب، يبقى بلان دو تشيك اكت، بناء عليها هتتقسم البروسيسز بتاعت ادارة المشروعات كلها، وحسب كل بروسيس هنشوفها واقعة في انهي منطقة من دول. عليكم السلام كده. طيب، مهندس إيهاب، الصورة مختلفة. أهلا مهندس عمرو منصور. طيب، إحنا هنلاقي في المشروع إحنا كنا اتكلمنا على الستيك هولدرز. لو بدأنا نمشي، لو مشينا بالطريقة اللي ماشي بيها البيمبوك، البيمبوك ماشي بعد كده بيدي لك الانتجريشن مانجمنت، بعد كده يمشي يقول لك التايم مانجمنت، يبتدي يقول لك الكوست، يقول لك البروكيورمنت، يديك كوميونيكيشن، يديك كواليتي، وهكذا طول ما انت ماشي بيدي لك اريا اوف نوليدج. بينما وانت شغال في المشروع انت التقسيمه ما بتمشيش كده، ما بتمشيش اريا اوف نوليدج. التقسيمه بتمشي انا في اول المشروع بعمل له انيشيشن، يبقى هشتغل الانيشيشن بتاعي، يطلع بقى الانيشيشن ده في جزء من النولج اريا بتاعت الكوميونيكيشن، يبقى انا لازم اكون عارف كوميونيكيشن عشان اجيبها من في دماغي من الكوميونيكيشن، وايه وابتدي اشتغل بيها. يطلع في جزء في الانيشيشن مفروض ان هو يكون موجود مثلا في نولج اريا تانية خالص بعيدة عني، خدت بالك؟ مش هي اللي شارحهم في الاول، يبقى اذا هروح اجيبها. طب يبقى الافضل لو عملنا استفتاء كده، الافضل ان احنا نمشي بالطريقة اللي ماشي بيها البيمبوك، ولا نمشي بالطريقة اللي احنا
اساسا بنمارس بيها المشروع كلوجيك، نمشي بالطريقة اللي بنمارس بيها المشروع كلوجيك واحنا ماشيين. اوبشن واحد، نمشي بالطريقة اللي حاططها البيمبوك، ان هو ماشي area of knowledge واحدة ورا التانية، وبعدين انت تفضل بقى بعد كده تعمل كروس ريفرنس، وتيجي تعمل انيشيشن، تجيب دي من هنا وتجيب دي من هنا وتربطهم مع بعض في دماغك، ولا نمشي افضل بالطريقة اللي بيمشي بيها المشروع طبيعيا؟ طيب احنا مقربين، احنا داخلين على شبه اجماع ان احنا نمشي بالطريقة التسلسلية اللي في المشروع. هي الطريقة دي هي هتبقى هي طريقة بتبقى متعبة شوية على المحاضر، وفي نفس الوقت بتخليكوا شوية ما تقدروش تبقوا، اغلب الكتب هتلاقوها جايبة شابتر شابتر وعليه اسئلة، بس انت لما هتاخد شوية يعني بعد ما نمشي شوية بالطريقة دي هتلاقي نفسك بتعرف تحل. خلاص ان شاء الله احنا هنمشي بالطريقة دي. اوكي، وده احنا برضو يعني محضرين لكم الكورس على هذا الأساس. طيب طيب يبقى إذا احنا اتفقنا هنمشي بقى بالطريقة اللي اتفقنا عليها. يبقى أول حاجة في المشروع بعمل في المشروع إيه؟ المشروع بيتولد كفكرة، خلاص، أو كقولنا ان هو يا اما بتكون في نيد ليه، او بيزنس ديماند، او كاستمر ريكويست، او ليجال ريكويرمنتس، او ايكولوجيكال ريكويرمنتس، او الاشياء اللي احنا عددناها كاسباب لبدايه الايه المشروع، او بيزنس نيد الخ الخ، او تكنولوجيكال ادفانس. المهم يبقى الانيشيتنج بروسيس هي اللي بتقول لي ان انت عندك مشروع جديد. طيب الانيشيشن بروسيس دي هل شرط ان هي تبتدي في بداية كل مشروع؟ لا، دي ممكن تبتدي في بداية كل مرحلة من مراحل المشروع. الصوت كده كويس المهندس احمد عاطف؟ الصوت كده كويس مهندس احمد بيشتكي من الصوت. الصوت كويس؟ الو. طيب يبقى اذا نتفق الانيشيتنج بروسيس ممكن تتوجد في المشروع اكتر من مره، طالما المشروع اساسا متقسم لمراحل، خدت بالك؟ يبقى اذا كل مرحله في مراحل المشروع ممكن يحصل فيها ايه initiating process، يبقى المشروع ما فيهوش initiating process واحده. طيب دي مهمه ودايما بتيجي غالبا سؤال، يقول لك ان المشروع عمره ما يبتدي لغايه ما التشارتر بتاعت المشروع يتم تكوينها وتعتمد رسميا. وهنعرف يعني ايه تشارتر للمشروع، وهنعرف يعني ايه تعتمد رسميا، ومين اللي يعتمدها. يبقى اول حاجه طلعنا بيها من السلايد دي مهمه جدا، ان انت عندك انيشيتنج بروسيس ممكن تظهر لك في المشروع اكثر من مره، وعندك ان المشروع ما يبتديش غير بعد ما تبقى التشارتر استابليشت وتبقى ابروفد رسميا. طيب المجموعه دي او initiating جروب، احنا في حته ما قلناهالكوش ان احنا هنمشي المشروع عباره عن هنمشي ست مجموعات، كل مجموعه هيبقى جواها processes اللي هما في الاخر هيطلعوا لك ال 42 بروسيس جروب بتوع البيمبوك. طيب هي دي بتركز على الابروفل. طب الانيشيتنج جروب دي احنا هنتعود ان كل جروب
هتلاقي لها انبوت بتاخد حاجه من حته، وتلاقي لها طريقه لمعالجه الحاجات اللي هي خدتها دي اللي هي بنسميها التولز او التكنيكس، وبعدين بعد ما انت الحاجات خدتها انبوت وعالجتها بالتولز او بالتكنيكس هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك اوتبوت. يبقى اذا كل مجموعة عندي هيبقى لها inputs، طيب كل مجموعة هيبقى لها inputs كده، تمام؟ طيب هو الصوت مش بيقطع، هو في ديلي في الصوت ليها سبب على الجهاز هنعالجه بس بعد المحاضرة ان شاء الله. المجموعة دي هتخرج لك حاجة اسمها البروجكت تشارتر، اللي احنا قلنا البروجكت ما ينفعش يبتدي من غير ما تعتمد البروجكت تشارتر. هيطلع لك حاجة اسمها الستيك هولدر ريجستر، سجل. احنا اتكلمنا على الستيك هولدرز في المحاضرة الأولى، يبقى أنا هعمل سجل للستيك هولدرز دول، زي كده لما بتبقى عامل لستة عند السكرتارية بتليفونات الناس اللي هي هتتصل لك بيهم أو إلخ، بس بطريقة مطورة بقى شوية. وفي نفس الوقت هنطلع حاجة اسمها الستيك هولدر مانجمنت استراتيجي. يعني أنا احنا قلنا قبل كده في ستيك هولدر، كي ستيك هولدر، في برايمري ستيك هولدر، في سكندري ستيك هولدر. الناس دي كل واحد هيبقى له طريقة تعامل معاه، خدت بالك؟ طيب بيقولك ان البروجكت تشارتر بتدي لك ايه؟ البروجكت تشارتر باختصار شديد وهنرجع لها في اخر المحاضرة بالتفصيل، هتدي لك ايه؟ هتدي لك نظرة عامة على المشروع، خلاص. وفي نفس الوقت الستيك هولدر دوكيمنتس اللي هي سواء الريجستر او الاستراتيجي مانجمنت بلان ليهم، هتدي لك ايه؟ الستيك هولدرز والجروبس بتاعتهم وازاي تتعامل ايه معاهم. طيب قبل ما بتبتدي تعمل اي بلاننج في المشروع لازم تكون جبت الستيك هولدر دوكيمنتس دول وبدات تعمل لهم كرييشن، وبدات تعرف مين الستيك هولدرز بتوعك، وبدات تحددهم، بدات تعمل لهم اناليسز سليم عشان خاطر تحتويهم في الايه؟ في البلاننج بتاعك. الو الو طيب انا في زميل بس بيقول الصوت قاطع، يعني الصوت واصل ولا لا؟ طيب يعني من عنده هو؟ طيب طيب ايه اهميه بقى انك بتحدد تعمل الستيك هولدر بقى دلوقتي؟ احنا كنا في المحاضره الاولى بس بنعرفهم بس كده، كي برايمري سكندري كده، لكن المره دي هنحللهم بالتفصيل. ليه؟ لان دورهم مهم. يا اما يكون الستيك هولدر بتاعك سبورتر ليك، خلاص، وسبب من اسباب نجاح مشروعك، يا اما يكون الستيك هولدر بتاعك دايما معترض على اللي انت بتعمله، دايما مسبب لك مشاكل، دايما خالق لك ريسك. طيب احنا هنا اول خطوه هنعملها هنعمل ايدنتيفاي للستيك هولدرز، هنشوف مين هم الستيك هولدرز بتوعنا. احنا عشان الناس ما تتلخبطش، احنا قلنا المشروع ما بيبتديش غير امتى؟ بعد ما البروجكت تشارتر تتعمل وتعتمد وتبقى ممضيه ابروفد. يبقى اذا انا الخطوه اللي هعملها دي كايدنتيفاي ستيك هولدرز دي بعد ما البروجكت تشارتر بتبقى ممضيه وايه؟ وابروفد، والمفروض انت كبروجكت مانجر تيجي تلاقيها معموله وممضيه وابروفد طالعه من السبونسر بتاع المشروع. الا لو يعني حظك مش كويس ولقيتها مش معموله فهتضطر تقعد تعملها معاهم.
تمام. يبقى الايدنتيفاي ستيك هولدرز دي هي جزء من البروجكت كوميونيكيشن مانجمنت. لو رحت في البيمبوك هتلاقيها في شابتر بتاع الكوميونيكيشن. طيب ايه هي عملية الايدنتيفاي ستيك هولدر؟ انك بتحدد كل الناس المهندس علي في صورة موجودة على الشاشة مش صورة كتابة يعني. طيب بتحدد كل الناس اللي بيكون لهم مصلحة او ليهم اي امباكت او متأثرين بالمشروع. طيب هو بقية الزملاء عندهم صورة يا باشمهندس احمد؟ فهل انت دخلت بادوب فلاش؟ بس اتاكد ان انت منزل ادوب فلاش بلاير. فلاش بلاير مظبوط. طيب طيب احنا عندنا في اثناء المشروع هيبقى عندك اتنين شغالين، الستيك هولدرز والبروجكت تيم. الستيك هولدرز والبروجكت تيم احنا دايما نشبههم ايه، الناس كده اللي في طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ده رايح في اتجاه والتاني رايح في اتجاه تاني، اخدت بالك؟ فانت الشطاره بقى ان انت تقدر تتوفق الحاجتين دول مع بعض كمدير مشروع. خلاص يبقى اذا اول ما البروجكت يحصل له تشارترد يبقى انت بتبتدي كمدير مشروع ان انت تدور على الستيك هولدرز بتوعك. طب انا ادور عليهم فين؟ يعني انا مدير مشروع وجيت دخلت المشروع اروح ادور على الستيك هولدرز دول فين؟ الستيك هولدرز بقى هتلاقيهم موجودين في كذا حتة. خلاص هتطلعهم منين؟ اول حاجة هتمسكها البروجكت تشارتر، هتلاقي فيها اللي هي قلنا فيها هي عباره عن ايه، جلوبال اوفر فيو على المشروع، فهتلاقي فيها الكلام بقى مكتوب. هنشوف ايه بعد كده الكلام المكتوب جوه البروجكت تشارتر. جوه العقد هتلاقي ستيك هولدرز، جوه الريكوست فور بروبوزال هتلاقي ستيك هولدرز، جوه الستيتمنت اوف ورك وهنيجي برضو للستيتمنت اوف ورك ونقول ايه هي هتلاقي ستيك هولدرز، جوه الاورجنايزيشنال تشارت او الاورجنايزيشن تشارت هتلاقي ستيك هولدرز موجودين، جوه الانفورمال ريبورتنج برضو هتلاقي ستيك هولدرز موجودين، تمام. جوه حتى الاورجنايزيشن هتبتدي ايه تلاقي من مستندات الاورجنايزيشن بتاعتك من مشاريع، حتى لو مشاريع سابقه بس كان نفس الـ السبونسر او نفس الـ الاستشاري هتلاقي برضه ستيك هولدرز ممكن تضيفها. خلاص يبقى دي الحاجات اللي هي المستندات، وممكن تبقى بتضيف عليهم طبعا الكاستمرز والسبلايرز بقى بعد كده والفيندورز وكل والليبرز اورجانيزيشن، لان دول ستيك هولدرز، هتيجي العمال تشتكيك دول يعتبروا ستيك هولدرز. طيب الستيك هولدرز هل احنا منتظرين منهم ان هم يكونوا سبورتيف لينا على طول الخط، يقولوا لنا برافو عليكم ده انتوا بتعملوا مشروع كويس، انتوا بتعملوا لنا مصلحه؟ طبعا ده مش منتظر. منتظر ان انت هتلاقي ناس سبورتيف، ومنتظر ان انت هتلاقي ناس ايه اوبوزيشن على طول ضد الموضوع، الموضوع مش جاي على هواهم. طيب الاوبوزيشن دي بتكون يا اما اللي هو ليه حق فيها، يا اما هو يعني متخيل حاجه خطا ان لا ده المشروع ده هيضرني. خلاص طيب جذور المشكله بقى بتاعت الاعتراض على المشروع بتكون فين عشان تقدر تبقى عارف ازاي تعالجها؟ جذور مشكله الناس اللي تبقى معترضه عليك كمشروع، يا اما الناس معترضه على اهداف المشروع،
يا اما الناس معترضة على الطريقة اللي انت بتنفذ بيها المشروع، خلاص، يا اما الناس معترضة على التغييرات اللي هتحصل. انت بتعمل مشروع مثلا زي هاي واي مثلا في منطقة زراعات او فيها فلاحين، قطعت عليهم الطريق، واحد كان ارضه في الوسط بقت ارضه لحتة شمال وحتة يمين، فبقى عليه حصل له تشينجز في حياته، خدت بالك؟ فانت خلقت له يا اما تشينج دايركت او ان دايركت عليه، حاجة مباشرة تأثر بيها او ما تأثرش بيها. الفاينانشال او الهيومن ريسورسز المطلوبة هتلاقي برضو ده سبب من اسباب تخليق اوبوزيشن جروبس في الستيك هولدر ضدك كمشروع. برضو الناس بقى اللي تم اختيارهم عشان يبقوا من ضمن المشروع او ما تمش اختيارهم، يعني مثلا مشروع مهم وفي ناس ما اختاروهمش ان هم يكونوا فيه او مشرفين عليه، فهتلاقيهم برضو هتلاقي ان المشروع مش جاي على هواهم. غير بعد كده برضو هتلاقي عندك الفيندورز والسبلايرز، في سبلاير انت اخترته او في سبلايرز ما اخترتهمش، فهتبتدي تلاقي سبلاير تاني يقول لك ده المشروع الفلاني ده بيستخدمه مش عارف ايه، المادة دي وحشة وهتبوظ بعد مش عارف كام سنة والمشروع، وتلاقي في ناس اوبوزيشن ليك او المادة دي كذا وهتأثر عليكوا في البيئة، وتلاقي اوبوزيشن عليك كمشروع. كل دول يعتبروا اوبوزيشن ستيك ايه؟ ستيك هولدر. طيب احنا في الاخر الستيك هولدرز مش هناخد منهم موقف، احنا يهمنا لازم نعرفهم كلهم ونتعامل معاهم. اللي سبورتيف سبورتيف نحافظ عليه سبورتيف لحد اخر المشروع، واللي عنده هو واخد موقف اوبوزيشن مننا يبقى بنحاول نعالج مشكلته ايه عشان يتحول لايه؟ لسبورتيف. يبقى اذا الستيك هولدر ريجستر بسجل فيه الناس البوزيتيف بالنسبه لي والناس الايه؟ النيجاتيف بالنسبه لي. خلاص الليسته دي بقى بيبقى فيها الاسم بيبقى فيها اسمه والوظيفه بتاعته والبوزيشن بتاعه والمكان بتاعه فين وفين الكونتاكت انفورميشن، خلاص، وبحدد فيها كمان هو متوقع ايه العائد من المشروع عليه او اهتمامه بالمشروع او الايه تاثير المشروع عليه ايه. طيب الستيك هولدر ده هل ينفع احط فيه كومنت على مثلا واحد الستيك هولدر ريجستر على واحد من الستيك هولدرز يكون مثلا مش حابب المشروع وعلق عليه تعليق مثلا مش كويس او حاجة كده؟ عايزين نجاوب، هل ينفع؟ لو ينفع احط تعليقات نختار الاوبشن واحد، لو ما ينفعش احط تعليقات نختار الاوبشن اتنين. بالذات التعليقات اللي يعني مش كويسة ان احنا نقول ده غلس ده مش يعني التعليقات اللي زي كده. طيب الأغلبية قالت إن إحنا لأ ما ينفعش نحط تعليقات عليه حتى لو هو مش سبورتيف، ودي إجابة صحيحة. ليه بقى إجابة صحيحة؟ لأن الدوكيمنت دي شيرد دوكيمنت، ما هيش دوكيمنت كونفيدنشال. الستيك هولدر ريجستر ده شيرد دوكيمنت، فأنت لو حطيت كومنت على ستيك هولدر معين أو موقف شخصي منه أو تحليلك الأناليسيس بصفة شخصية، فده ممكن في يوم من الأيام يتنقل الصورة دي للستيك هولدر ده فيصبح من إيه؟ من أشد الناس اللي واقفة ضد الإيه؟ المشروع. تمام؟ طيب يبقى أنت في الريجستر ده قلنا لازم بتحط كل الانفورميشن والكوميونيكيشن داتا، خلاص، والطريقة المثلى لان انت تتصل بالايه بالشخص ده از ستيك هولدر موجود عندك في البروجكت. طيب انت بقى خلاص لميت الستيك هولدرز دول وبقى عندك بيهم لستة وبقوا موجودين كده وخلاص عرفتوهم. طيب
اعمل مش المفروض ان انت تعمل لهم اناليسيس. شوف احنا بالطريقه العاديه لو قعدت تفكر كده هتلاقي ان كل الكلام اللي في البنبوك ده كتير من مديرين المشاريع بيعملوه، بس ممكن يكون بيعملوه بطريقه مش ساينتفك او مش بطريقه مرتبه. هو بيروح بيدخل يقابل الستيك هولدرز يقول لك بس انا قريتهم كلهم في 5 دقايق ومشيت، خدت بالك؟ بس هو قراهم كمدير مشروع بس. طب والتيم بتاعه بقى، هل لازم هيقعد لكل واحد في التيم يقول له ده فلان ده خلي بالك منه، فلان ده هيسبب لنا مشكلة، فلان ده الريسك بتاعته كذا؟ قال لك لا، انت تعمل بقى الستيك هولدر ريجستر ده وتاخده تعمل له ايه؟ تعمل له اناليسيس. سليم؟ طيب ليه لازم تعمل له اناليسيس؟ لان قال لك ان المشروع نفسه وظيفة المشروع ايه؟ وظيفة المشروع ان هو يرضي الكي ستيك هولدرز، لان الكي ستيك هولدرز دول بيكونوا المالك، السبونسر، الناس اللي ليها ديسيجن في الايه في المشروع. طيب ايه فايدة بقى الستيك هولدر اناليسيس؟ الستيك هولدر اناليسيس بيخليك والله بدل ما اقعد اضيع وقتي مع واحد من الستيك هولدرز دول هو ما يستحقش ان انا اضيع وقتي معاه، بيخليني اشوف فين مكان اللي ابذل فيه المجهود بتاعي. خلاص؟ طيب سؤال بنقول فيه الستيك هولدر اناليسيس از نوت ا باسيف اكتيفيتي، ليه؟ وهنسيب الاجابه مفتوحه، الزملاء كل واحد يكتب ليه رأيه ان الستيك هولدر اناليسيز مش باسيف اكتيفيتي. احنا قلنا الستيك هولدر اناليسيز مش باسيف اكتيفيتي، ليه؟ طلبنا ان الناس تدينا كل واحد رأيها ليه هو مش باسيف اكتيفيتي. لا ما حدش متابع، احنا بنسأل سؤال الستيك هولدر اناليسيز از نوت ا باسيف اكتيفيتي واي؟ مقصود ان احنا نقصد ايه باسيف اكتيفيتي؟ باسيف اكتيفيتي او اكتيف اكتيفيتي، الباسيف الحاجه احنا نقصد بيها ان هي مش برو اكتيف، ما بيحصلش بينك وبين حد تاني كوميونيكيشن او بيحصل فيها حاجات زي كده. اظن الاجابه كده بقت واضحه، هو مش باسيف. خلاص احنا كده طالما قلنا كده الاجابه بقت واضحه، هو مش باسيف لان انت بتعمله بناء على بتضطر تروح تعمل ميتينجز مع الستيك هولدر، بتضطر تروح تجمع داتا عن الستيك هولدر، بتضطر ممكن تقابل كل ستيك هولدر على حده وتشوف الانترست بتاعه والكلام ده. فاذا هو مش حاجه باسيف، هو حاجه اكتيف، حاجه انت بتبذل فيها كوميونيكيشن، حاجه بتبذل فيها تبادل افكار وتبادل اراء. فمش مثلا خط انت ممكن تعمله في المكتب وخلاص يعني. طيب ايه فايده مدير، تمام، ايه فايده الستيك هولدر اناليسيس بقى لمدير المشروع؟ احنا قلنا مدير المشروع المفروض ان هو يعمل لنا حاجه اسمها ستيك هولدر مانجمنت استراتيجي. فبعد ما يعمل بقى يجمع الداتا ويعمل الاناليسيس هيطلع لنا ايه؟ طلع لنا الستيك هولدر مانجمنت استراتيجي. سليم؟ هيتعامل ازاي مع كل واحد في الناس دي في المشروع يعني. طيب يبقى
مدير المشروع بيعمل حاجتين مهمين في الحتة دي، بيتأكد ان هو خد الداتا وعمل تحديد لكل الستيك هولدرز الموجودين، وبعدين بيتأكد ان هو شاف وحدد تمام الانترست الخاص بكل ستيك هولدر ايه في البروجكت. وبيسأل نفسه الأسئلة دي ساعة لما بيجي يقعد مع واحد من الستيك هولدرز، بيقول ايه؟ بيقول انا ايه الاكسبكتيشن بتاعته، الراجل ده مستني ايه من المشروع عامة. طيب لو في كمان بوليتيكال او اورجانيزيشنال انترست، خلاص هيحصل انك انت هتؤدي انك تمنعه بسبب المشروع ده، او هتؤدي ان انت تغذيه بسبب المشروع ده، لان ده هيأثر عليك انت برضو كايه كمشروع. مهندس ابو انس، الستيك هولدرز هو كل شخص او مجموعة او هيئة او جماعة او مؤسسة او اي حد يخطر ببالك المشروع يمس بالايجاب او بالسلب من ايه من بعيد او من قريب. تمام. البروجكت نفسه هل ليه فوائد، في ليه امباكت مفيد ولا ليه امباكت غير مفيد، خدت بالك؟ وهل الستيك هولدر ده ليه كنترول على الريسورسز بتاعت المشروع بتاعي ولا ايه ولا ملوش. تمام تمام وبناء عليه بقدر اشوف الستيك هولدر ده ليه نيجاتيف امباكت عليا ولا بوزيتيف امباكت عليا كايه كمشروع. طيب تالت حاجة لازم يشوف ايه هو التأثير بتاع كل ستيك ايه هولدرز، وبعدين يبتدي يعمل برو اكتيف استراتيجي للتعامل معاه. برو اكتيف استراتيجي يعني ايه؟ يعني والله لو الراجل ده الاستراتيجي بتاعتك ما تبقاش استراتيجي جامدة، لا تبقى استراتيجي والله لما لو حصل كذا يبقى التعامل مع الستيك هولدر ده بالطريقة الفلانية، لو حصل كذا يبقى انا اتعامل معاه بالايه بالطريقة الفلانية وهكذا. خلاص. وبعدين يبتدي يحدد كمان ايه هو مستوى خلاص تدخل كل ستيك هولدر في الموضوع. هنلاقي عندنا في القصة دي اربع مستويات، هتلاقي في ستيك هولدر كولابوريتد او بارتنر شيب، وده اللي بيبقى ايه انفلوينشال ستيك هولدرز اللي هو المؤثر المؤثر. خلاص. طيب دوت لازم اعمل له ايه؟ ده لازم افضل جنبه، يعني بيسموها سوري في اللفظ يعني لازق له يعني معاه على طول. التاني اللي هو بقى بيبقى عنده الباور كستيك هولدر بس ما عندوش عنده اهتمام اقل من الانفلوينشال دوت، مهم جدا ان انا كل شويه ادي له الداتا والانفورميشن، لانك ممكن تيجي في لحظه تحتاج الراجل ده ياخد قرار يكون ايه في صفك كمشروع او في صفك كشركه. اللي بيكون عنده بقى عنده اهتمام عالي قوي بس الباور بتاعته مفيش، خدت بالك، قليله، وده احيانا جدا بيبقى هو ايه صديق ليك، صديق لمدير المشروع، بتروح ايه تعمل ايه تشور عليه تقول له ده هنعمل كذا وتتكلم معاه مش عارف ايه، يبقى مستوى التعامل معاه ايه كونسلتيشن او ديالوج سليم، ما فيش انفورميشن بالمعنى المفهوم، خدت بالك. اللي بقى له انترست واللو باور ده في حاله الراجل بقى ايه يدور هو بقى معانا على انه ايه ياخد معلومات عن الايه عن المشروع. في الجريد دي هتبين الباور في الاتجاه ده وطلع لفوق طلع لفوق، بنبتدي من الزيرو من هنا من النقطة دي سليم. الباور هي المحور الرأسي لفوق، والانترست هي المحور الأفقي، كل ما امشي على اليمين تزيد. اروح هنا خالص في المربع ده، هنقول اللي هو ده هنا المربع اللي هنا ده، هنلاقي الانفلوينشال ستيك هولدر هو اكتر واحد باور واكتر واحد ايه انترست سليم.
وبعدين الانفلوينشال ستيك هولدر ده اللي هو الكي ستيك هولدر، يعني السبونسر، الاونر نفسه بتاع المشروع. سليم. طيب بلاقي اللي بيجي في المرتبة اللي بعديه اللي هو الباورلس او الباور باتلس ايه انترست. الرسم مش باين، الرسم باين عندي يا جماعة، معلش الرسم فوت عليه كده. اوبشن واحد الرسمة باينة، اوبشن اتنين الرسمة مش باينة. طيب انا كده بص ايه، يبقى احنا كده بنقول ان الرسمة باينة في اربعة بس. معلش يبقوا اتأكدوا تاني في وهم بينزلوا الادوب فلاش بلاير. طيب بعد كده الاقي الهاي انترست خلاص، بات لو باور اللي انا قلت عليه بعمل له كونسلتيشن اهوت. يعني لو خدتهم كده هقول ده واحد، هقول ده نمرة اتنين، وهقول ده نمرة تلاتة، وهبتدي اقول ده اقل واحد خالص ده نمرة كام؟ اربعة، اللي هو low power و low ايه؟ interest. باور بات ليس انترست ممكن تقدر تقول عليه بيبقى عندك في السبونسر او في الاونر، بيبقى موجود اكتر من مدير خلاص. المشروع ممكن ما يكونش يتبعه هو مباشرة مثلا، خدت بالك؟ مش هو السبونسر بتاعه، خدت بالك؟ كشخص خدت بالك، لكن هو ليه قرار، خدت بالك؟ يعني مثلا لما هيجي يتاخد قرار فيه ممكن يكون بيتاخد على مستوى مثلا مجلس إدارة السبونسر دوت او المكان اللي انت بتتعامل معاه. هو المشروع مش دايركت هو اللي مشرف عليه، بس هو ليه قرار فده يهمك. أسرة ملتقى الدرجة قالوا لنا مربع كده، عايزين نفتكر. قال لك المربع ده كل مربع في دول هيديني مربع مقابل من المربعات اللي فاتت. مانيش كلوزلي اللي هو ايه، يعني ما سيبوش، اللي هو ايه مين؟ الانفلوينشال ستيك هولدر خلاص، يبقى افضل ايه معاه. التاني واحد قال لك كيب ساتيسفايد، ده ما زعلوش منك خلاص، اللي هو مين؟ اللي هو الباور بات ليس ايه انترست. طيب كيب انفورمد اللي هو مين؟ نمرة ثلاثة، اللي هو الهاي انترست بات لو باور، برضو خليه ايه على معلومية. اخر واحد قال لك ايه؟ مونيتور بس، والله بقى في برزنتيشن بتعملها عن المشروع حاجة كده بتاع مش عارف ايه، والله بتقول له تعالى ده احنا في كذا النهاردة تعالى عشان تبقى ايه اوير ولا حاجة، اللي هو لو انترست ولو ايه ولو باور، يعني متفرج بس. طيب هتلاقي هنا بقى جريدز، الجريدز دي مرسومة ما بين الباور والانترست، وما بين الباور والانفلونس، وما بين الانفلونس والامباكت، خدت بالك؟ هتلاقيها هي نفسها نفس الايه المربعات اللي فاتت، بس هنا الكرايتيريا هي اللي اختلفت. يعني دي انفلونس وامباكت، دي باور وانفلونس، دي انترست وباور، هتلاقيك لازم تتعامل معاهم بنفس الايه الطريقة اللي فاتت.
طيب الستيك هولدر اناليسيس بقى هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك ستيك هولدر اناليسيس ماتريكس. خلاص، ليه بقى طلعت لك ستيك هولدر اناليسيس ماتريكس؟ الماتريكس اهي فاتت اهي، نرجع لها تاني. الجريد دي اللي احنا عملناها في حد ذاتها دي بعتبرها ماتريكس، خلاص، لان انا صنفت فيها الناس بقى، حطيت مين اللي هحطه مانيش كلوزلي، مين اللي هحطه كيب ساتيسفايد، مين اللي هحطه كيب انفورمد، مين اللي هعمل له مونيتورنج بس، تبقى هي دي الايه؟ الماتريكس بتاعتي. يبقى خترعت من الستيك هولدر اناليسيس بستيك هولدر ماتريكس، هحطها كجزء في الستيك هولدر ريجستر. طيب بعد كده قال لك احنا هنعمل علاقات ما بين الليفل اوف باور والليجيتماسي والارجنسي بتاعه الستيك هولدر في الايه؟ في المشروع. بس فرسموا الثلاث دوائر، واحده هتمثل لك الباور، واحده هتمثل لك الليجيتماسي، واحده هتمثل لك الايه؟ الارجنسي. التقاطعات ما بينهم هبتدي اشوف واصنف الايه؟ الستيك هولدرز بناء عليهم. واحد هسميه كور ستيك هولدر اللي هلاقيه هنا ده اللي هو نمره ايه. تمام، ليه؟ عنده كل حاجه، عنده الليجيتماسي وعنده الارجنسي وعنده الايه؟ الباور. الدوميننت هلاقيه نمره بي اللي هو هنا، عنده باور وعنده ليجيتماسي. الديبندنت هلاقيه نمره سي، عنده ايرجنسي وعنده ليجيتماسي، وهكذا. النقطه دي انت جاست بترسم الثلاث دواير، بتخليهم يعني ميمورايز الثلاث دواير، مش اكتر من كده. ليجيتماسي ده اللي هو عنده شرعية، او عنده زي مثلا اقول لك ايه، زي مثلا مدير ادارة في الشركة، مدير ادارة الماركتينج، كلام كده، مدير ادارة الشؤون القانونية، حاجات كده. طيب الستيك هولدر بقى، احنا خلصنا ستيك هولدر اناليسيس، خلاص هنروح نعمل ايه بيه بقى؟ خلاص ما لازم نعمل بقى الستيك هولدر مانجمنت استراتيجي. خلاص الستيك هولدر مانجمنت استراتيجي دي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن بلان، خلاص خلقتها نتيجه الستيك هولدر اناليسيس. خلاص بحاول فيها احافظ على البوزيتيف ستيك هولدر بتوعي، بحافظ على الستيك هولدر بتوعي البوزيتيف، بحافظ على رضاهم، وبحاول اعمل ميتيجيشن للريسك اللي هتعرض لها من النيجاتيف او اللي هم الاوبوزيشن ستيك هولدرز. الريسك ميتيجيشن هنعرف يعني ايه ريسك ميتيجيشن لما نيجي نشتغل في الايه؟ في الريسك مانجمنت ان شاء الله عز وجل. تمام، هنعمل فوتنج بس كده نشوف الزملاء متابعين ولا ناخد خمس دقايق استراحة. نكمل اوبشن واحد، خمس دقايق استراحة، اوبشن اتنين. طيب احنا ما حدش نبهنا لصلاة المغرب بتوقيت مصر يعني. الزملاء اللي داخلين كلهم مش داخلين من مصر؟
طيب نكمل. طيب احنا متشرفين بيكم جميعا، يعني احنا ان شاء الله نقدر نقول الوطن العربي كله في المحاضرة، يعني حاجة تسعدنا ان شاء الله عز وجل، ونتمنى ان الفايدة كلها تعم على الجميع ان شاء الله، على مصر والعالم العربي كله ان شاء الله. باشمهندس ابو انس هنعيد لك الجزء اللي راح لك، تدخل لنا مخصوص ونعيد لك الجزء ده ان شاء الله، ما تقلقش يعني. طيب المهم البروجكت مانجمنت استراتيجي هتحتوي بقى ازاي اعمل ميتيجيشن للريسك بتاعت الستيك هولدرز، تحتوي دور كل واحد. طيب ماشي اوكي، الاذان عندكم دلوقتي، ممكن تنبهونا؟ لا يعني لسه مثلا على الاقامه 10 دقائق او ربع ساعه، ممكن نكمل ال10 دقائق او الربع ساعه دي، وبعدين ساعتها هنتوقف، تبقى صلاة المغرب في مصر وتقريبا هتبقى صلاة العشاء في الخليج. طيب حتى لو حبيتوا ان احنا نتوقف ونبقى ناخد محاضرة في نص الاسبوع مفيش مشكلة، لان احنا لو توقفنا لصلاة العشاء هنتوقف فترة طويلة. طيب المهم الـ هنعمل عليها فوتنج كده قبل ما نطلع، نقول نكمل بعد الصلاة ولا نخلي في محاضرة تانية في وسط الأسبوع. تمام. طيب الـ ستيك هولدر بقى مانجمنت استراتيجي قلنا بحط فيها كمان الطريقة اللي هتصل بيها فيهم ازاي، هل فيس تو فيس ولا اندايركت، ولا ايه الانفورميشن اللي هديها لكل واحد ولا لا. خلاص ان شاء الله ماشي، بس هنعمل عليها فوتينج بس. طيب الرسمة دي بقى ايه، نبتدي نتعود من دلوقتي ان كل بروسيس او كل جروب في البنبوك هتلاقي لها رسمة زي كده، انبوت بتدخل و تولز وتكنيكس، هي دي بقى الخلاط بتاعك، تدخل الانبوتس دي تبتدي تتخلط جوه التولز والتكنيك دي، وبعدين من الناحيه الثانيه يطلع لك الايه، المنتج اللي طالع الاوت بوت بتاع الموضوع ده. طيب احنا كانت القصه بتاعتنا كلها سليم ان احنا عاوزين نطلع الستيك هولدر، شوف في الاوت بوتس بتاعتنا اهيت، اهي الستيك هولدر ريجستر شفناه ازاي بيطلع، و الستيك هولدر مانجمنت استراتيجي شفناها ازاي بتطلع، وهنا شفنا الستيك هولدر اناليسيس بيتم ازاي، وفي حاجه اسمها اكسبيرت جادجمنت ده بيبقى بالخبره. طيب امال ايه بقى الاوت الانبوتس بقى اللي دخلت في الخلاط عشان تطلع لنا كل الحاجات دي، دخل لك البروجكت. طيب اجين الصوت فيه مشكله، صن مون ستار مش سامع. طب لو سامعين ان اوبشن واحد، لو مش سامعين اوبشن اتنين سريعا بس يا جماعه، سامعين اوبشن واحد مش سامعين اوبشن اتنين؟ طيب في 14 واحد صوت، سامعين وخمسة مش سامعين. طيب خلاص اعتقد كده نقدر نكمل يعني. طيب توكلنا على الله. طيب الخلاط ده دخله ايه بقى؟ دخله البروجكت تشارتر، دخله بروكيورمنت دوكيمنتس، دخله حاجه بنسميها الانتربرايز انفيرومنتال فاكتورز،
دخل له حاجة اسمها الـ Organizational Process. هنتكلم على كل واحد فيهم. طب الزميل سان مون ستار او الزميلة معرفش اللي ممكن يكون في مشكلة في النت عند الزملاء اللي مش سامعين. هو في مشكلة في النت ممكن، وفي ممكن يكون في مشكلة في الباندويتس نفسها. خلينا برضو نتأكد يا باشمهندس. طيب الحاجات دي انت مش احنا اتفقنا، انت من كتر ما هتفهمها خدت بالك اهم من حفظها، عشان السؤال مش بيجي لواحد حافظ. خدت بالك الانبوت والاوتبوت احنا ماشيين اهوت فيهم باللوجيك، تمام؟ هتحفظهم بس مش تحفظهم حفظ يعني. خلينا في الاخر هنعمل تشارت ليهم سهلة، خدت بالك؟ بس لما نبقى فهمنا كل حاجة فيها ايه. طيب اذا العملية بتاعتنا دي كلها كانت الانبوتس بتاعها البروجكت تشارتر، واللي قلنا فيها ان البروجكت تشارتر هو اللي بيدي لك اوثرايزيشن لان البروجكت يشتغل، وبيدي اوثرايزيشن لان البروجكت مانجر يبتدي بروسيد في ايه في المشروع. معلش الزميل سان مون ستار اتاكد من الكونكشن عندك، او زميل احمد. طيب يا شلون صح، اتاكد بس من الكونكشن عندك او سرعه الانترنت عندك كام، يعني ممكن تكون قليله او حاجه. احنا عملنا تصويت فالغالبيه طلعت سامعه يعني لحد ما كويس. طيب في التشارترز كمان احنا قلنا التشارترز من ضمن الدوكيمنت، البروجكت تشارترز من ضمن الدوكيمنت اللي انا هعمل بيها ايه، هلاقي فيها الستيك ايه الستيك هولدرز. طيب برضو الانبوتس بتوعي من ضمنهم البروكيورمنت دوكيمنت، خلاص، وخاصة لما تكون بتستخدم ايه ريسورسز من بره شركتك، جايب ناس هتورد بضائع، ده ناس هتورد خامات، خدت بالك؟ ففي بقى عندك عقود وعندك بيرتشيز اوردرز وعندك الكلام ده كله، فده كله بيدي لك ستيك هولدر بيخرجوا يدخلوا ايه عندك ستيك هولدرز موجودين، المفروض تدخلهم في الستيك هولدر ايه ريجستر. طيب من ضمن الانبوتس كمان الانتربرايز انفيرومنتال ايه فاكتورز، دي عباره عن ايه؟ عباره عن كل شركه ليها ستراكشر بتاعها وليها الهيراركي بتاعها، خدت بالك؟ ده بيأثر بطريقه مباشره وبطريقه غير مباشره على الستيك هولدرز بتوعك، زي مثلا الاسلوب بتاع اعتماد المشتريات، اسلوب اعتماد العقود، انت من دينك من حقك تطلع عقود من عندك من المشروع ولا لا، ده كل حاجه لازم بتروح للاداره، فده بيبقى ليه تأثير مباشر على الستيك ايه هولدرز اللي انت بتحددهم. علشان كده ده من ضمن الانبوتس اللي بيدخلوا لك. اخر حاجة بقى الاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس، خدت بالك؟ دي بتبقى ايه؟ بتبقى الاسيتس بتاعتك بقى كشركة، انت الكلاينت ده اشتغلت معاه قبل كده، فممكن يبقى في من مشروع سابق ستيك هولدر ريجستر، خدت بالك، موجود اوريدي عن الكلاينت ده، فتاخده وتكمل عليه. وممكن يكون في حاجه كمان بنسميها ليسر ليرند من مشاريع تانية، خلاص، في موضوع انك تحدد الستيك هولدرز. مثلا الناس لما جت تحدد ستيك هولدرز في مشروع سابق اتبعوا طريقة فأخطأوا، ففي ستيك هولدرز ما حددوهمش، واكتشفوا بقى بعد كده الناس دي بدأت تتدخل وتسبب لهم تشينجز أو امباكت على المشروع ايه بتاعك. طيب احنا الزملاء نتوقف 10
هنتوقف 10 دقائق للصلاة كافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء رجعوا من الصلاة كده كلهم إن شاء الله، عشان بس احنا برضو قدامنا 10 15 دقيقة على الصلاة بتوقيت الدمام والرياض، فأعتقد ممكن ناخد 10 15 دقيقة دول وبعدين ممكن ننهي المحاضرة، بس كده احنا هيبقى رتمنا بطيء، فهنحتاج ناخد محاضرة في وسط الأسبوع. فالموافق ان احنا ناخد محاضرات في وسط الاسبوع مش الجمعة بس هيصوت لنا على الاوبشن 1، واللي مش هيقدر ياخد محاضرات في نص الاسبوع يصوت لنا على الاوبشن 2 عشان نقدر نحدد ميعاد المحاضرة في نص الاسبوع. طيب يبقى الاغلبية ان شاء الله موافقة باذن الله. خلاص يعني وصلنا 72. طيب تقريبا كله موافق على محاضرة في نص الأسبوع إن شاء الله عز وجل. طيب الوقت من الوقت انتوا اختاروا، انا ننسقه سويا يعني الوقت، احنا ممكن نختار الوقت دلوقتي مع بعض يعني يوم الثلاث مثلا. كويس بالنسبة للزملاء كلهم. معلش ده احنا بنحاول بقى نوفق بين مواعيد الصلاة يا ابو انس، يعني انا خبا مثلا 10 دقايق ونخلص المحاضرة عشان صلاة العشاء تبقى في الدمام وفي الرياض. الثلاث كويس. طيب خلاص يعني ان شاء الله ماشي، احنا ماشيين اهوت في سكتنا، لان الثلاث يبقى كويس، يبقى جمعة وثلاث، يبقى في فرصة برضو للزملاء ان هم يقروا ويرجعوا. تمام. طيب التوقيت بقى المغرب الان في مرسى مطروح. طيب خلاص احنا هننهي يعني، احنا بس نخلص جزء صغير طالما هناخد محاضرة الثلاث، فمش هنطول في الجزء اللي فاضل. الثلاث الساعة كام اقترحوا برضو، بحيث يبقى بعد الساعة يعني خلينا بعد الساعة 6 بتوقيت مصر، يعني من 6 وطالع عشان الناس في مصر تكون لحقت. طيب خلاص احنا عملنا فوتنج قبل كده، 6 مناسب بتوقيت مصر اللي هو 7 بتوقيت السعودية، بس هيجي هيبقى برضو المغرب والعشاء وكده. خلاص نخليها، ما هي 8 بتوقيت السعودية هتبقى صلاة العشاء دلوقتي في السعودية. خلاص خلينا تبقى الساعة زي النهاردة الساعة 6، وهتبقى المحاضرة ساعة، ويبقى كده أو ساعة ونص، يبقى كده بناخد التلات ساعة ولا ساعة ونص، والجمعة ساعة ولا ساعة ونص، وبعد كده حتى ممكن ندخل العصر الجمعة ناخد ساعة زيادة لو لقينا نفسنا متأخرين ولا حاجة إن شاء الله عز وجل. طيب نرجع بقى بسرعة بس عشان نخلص. تمام. قلنا إنه بيديله كمان الأورجنايزيشنال بروسيس اسيتس. طيب التولز والتكنيك قلنا ستيك هولدر اناليسيس استفدنا فيهم بقى ازاي، بنقعد نحلل وشفنا الجريدز والكلام ده، والاكسبرت مانجمنت اتكلمنا عليها ان هي بتبقى عباره عن يعني بالخبره، يعني ما فيهاش رولز، يعني دي بالخبره بتاعت الشخص اللي بيقيم الموضوع او بيحلل الموضوع. الاوت بوتس هتطلع لك ايه؟ الاوت بوتس اللي هتطلع لك هي الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، الستيك هولدر ريجستر واتكلمنا عليه باستفاضه، والستيك هولدر مانجمنت استراتيجي واتكلمنا عليها باستفاضه. سليم. يبقى من الافضل ان احنا يبقى عندنا معلومه الاشياء، ما ناخدهاش يعني، ناخد الموضوع بالتفصيل كده وبعدين نلاقيه بعد كده، ده هو دي عباره عن انبوتس واوت بوتس وشغاله جوه الحاجات، غير لما انا ابتدي الشغلانه ان انا لا ده انا بحفظ انبوتس واحفظ اوت بوتس واحفظ تولز، وفي الاخر كلهم تلاقيهم متلخبطين مع بعض. يعني اعتقد لو طلعنا من المحاضره دي رحنا شفنا الايدنتيفاي ستيك هولدر
في الكوميونيكيشن مانجمنت شابتر في البين بوك، اعتقد هنلاقي نفسنا ان شاء الله مربطين. مجرد ما نبص ليها كتشارت ونبتدي مش نحفظها بقى واحنا فهمناها، نبتدي نبص لها كده مش هنتلخبط فيها تاني. لو انا كنت عايز ابتدي معاكم بقى في الكلوزنج بروسيس قبل ما نروح للبروجكت تشارتر، خلاص فهنخليها ان شاء الله بقى لمحاضره اليوم الثلاث افضل. الصوت سامعني؟ سامعيني الصوت؟ طيب احنا بنقول ان 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 البروجكت انا فضلت ودايما بفضل ان انا اروح للكلوزنج بروسيس قبل ما اروح للبروجكت تشارتر. انهي المشروع قبل ما ابتديه، لازم ابقى عارف انا عايز انهي بايه قبل ما اشوف انا التشارتر دي هعمل فيها ايه. فان شاء الله هناخد الكلوزنج بروسيس قبل حتى ما نروح للبروجكت ايه تشارتر. اتفضل يا اخ ابو انس. طيب اخ ابو انس بس لو في سؤال اتفضل عشان صلاة العشاء. خلاص احنا لا احنا خلاص احنا وقفنا على كده، لان لو فتحنا الكلوزنج بروسيس جروب مش هينفع نسيبها من غير ما نخلصها. فاحنا كده يا شباب هنوقف ان شاء الله عز وجل، عشان العشاء دلوقتي الصلاه في الدمام والعشاء الصلاه في الرياض، فهيبقى ويست اوف تايم ليكو ان احنا نوقف المحاضره ربع ساعه ولا تلت ساعه وبعدين نرجع نكمل. خدت بالكم؟ فالافضل ان احنا ان شاء الله عز وجل يوم الثلاث هناخد الكلوزنج بروسيس. ووضحنا 3/6 ان شاء الله، وضحنا ليه بناخد الكلوزنج بروسيس قبل ما اروح لبقيه الحاجات. لازم اعرف المشروع ساعه لما حاجه اقفله هقفله ازاي، كده اقدر اعرف طول ما انا ماشي في المشروع تبقى دماغي بتفكر انا هعوز كذا عشان اقفل، هعوز كذا في الكلوزنج. والكلوزنج بيبتدي من داي ماينس 1 في المشروع. اوكي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، ونترككم ان شاء الله في رعايه الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.